في صوت لبنان نشرة الأخبار مع إلان صغيب عيسى، ميشيل الصيفي وشادي عقاد على التنفيذ. العناوين: أول تداعيات الموازنة غلاء في الأسعار، وزهير برو لصوت لبنان. رح يطال 98% من السلع اللي بتطالها الضريبة المضافة. بري يؤكد أنه لا يجوز لأحد تعطيل الحكومة ويأسف لعدم التجاوب مع مبادرته حول حادثة قبر شمون. الكتائب لإصلاح جذري وإعادة انبثاق السلطة. الأمم المتحدة مستعدة لدعم التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. بوريس جونسون رئيس الوزراء الجديد في بريطانيا. بيقولوا الواحد ما بيعرف شو مخبيله بكرة، بس مش أحسن إذا هو خبى لبكرة؟ بلش جمع ببرنامج سيف فيوتشر من الاعتماد اللبناني للتأمين وإعادة التأمين ابتداء من $20 بالشهر مخصومين مباشرة من حسابك المصرفي، وأمن لتقاعدك بالمستقبل. للأسبوع الثالث على التوالي تغيب جلسات مجلس الوزراء بسبب الانقسام حول موضوع إحالة حادثة قبر شمون على المجلس العدلي، ويبدو فريق النائب طلال إرسلان مصرا على الإحالة، حتى أن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يتم التجاوب معها، وعليه فإن رئيس الحكومة سعد الحريري يبدو شديد الاستياء، وتحدثت أوساطه وعلى رأسهم النائب السابق مصطفى علوش الذي تحدث لإذاعتنا عن اعتكاف أو حتى استقالة. ولكن هل تصل الأمور إلى هذا الحد، أم أن الحريري يريد فقط القول لمن يهمه الأمر؟ أنا هنا في هذا الوقت البلد مجمد، وترجمة الموازنة للاستفادة من سادر مجمدة أيضا، لكن التداعيات السلبية سلكت طريقها بسهولة. أول تباشير الموازنة الجديدة غلاء في أسعار السلع الاستهلاكية، تقرير مجدولين عيد. رسم 3% الذي فرض على البضائع المستوردة الخاضعة للتVA باستثناء البنزين والمواد الأولية الصناعية والزراعية واحد من الضرائب الغريبة العجيبة والمقنعة لتقطيع موازنة تسهم بالمزيد من الضغط على جيوب المواطنين، بدليل ما أشار إليه رئيس جمعية المستهلك زهير برو عبر إذاعتنا. رح يطال 98% من السلع اللي بتطالها الضريبة المضافة، بمعنى أنه نحن سنكون أمام وضع جديد هو زيادة 3% على معظم سلع الضريبة المضافة والخدمات أيضا اللي هي حاليا 11% فتصبح 14%. هذا هو الواقع، لذلك نحن ننتظر أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع في الأسعار وأحداث تضخم بالبلد يضاف إلى تضخم القائم سنة بعد سنة ناتج عن وضعية الاقتصاد اللبناني المتدهور. وعن انعكاس الأمر على المواطنين، بيظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، بالتالي رح تكون هيدا الوضع كارثي على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، لأنه زيادة 3% ضريبة مضافة يعني تصير 14% عمليا، سيؤدي بالتأكيد إلى ارتفاع أكثر بكثير من هاي 3% بظل بلد اقتصاد في فلتان ويخضع لاحتكارات بظل غياب المنافسة. الاحتكارات مثل ما عملت الجمعية دراسة تطال 20 قطاع أساسي بالبلد، وبالتالي سيؤدي إلى ارتفاع السلع فيها بشكل سيتجاوز بكثير 3%، ممكن تصير بالسوري 10% و15% خاصة على السلع الصغيرة. برو شرح الارتفاع التصاعدي على بعض السلع. يعني اليوم نحن إذا كيس البطاطا 500 ليرة حقه اللي عم يستورد، ما حدا راح يبيعه ب 503 ليرات، راح يقفز لل 600 و700 و800، يعني راح نحكي بالضرورة ب 10% و20%. مثلا الحليب المستورد راح يزيد سعره، لأنه
جزء منه بينافس الصناعات المحلية. غياب الرؤية الاقتصادية للسلطة والتجربة المريرة مع جشع بعض التجار وتفلت الأسواق كابوس إضافي على لقمة الفقير وجيبه ومعيشته. مجدولين عيد، صوت لبنان. أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري بحسب ما نقل زواره أنه لا يجوز لأحد فرداً أو حزباً أن يعطل البلد ويحول دون اجتماع الحكومة، وأسف بري لعدم تجاوب البعض مع المبادرة التي طرحها لحل قضية قبر شمون البساتين بإحالتها إلى المحكمة العسكرية والتي حظيت بقبول ودعم من كل من رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس الحكومة سعد الحريري. ودعا بري الأفرقاء المعنيين بالحادثة إلى الإقدام إلى النقطة الوسط حيث يمكن للجميع التلاقي على الحلول. بري كان عرض مع السفيرة الأمريكية إليزابيث ريتشارد التطورات في البلاد. النائب السابق مصطفى علوش لم يستبعد في حديث إلى صوت لبنان انتفاضة يقدم عليها الحريري تتراوح بين الاعتكاف حدا أدنى والاستقالة حدا أقصى إذا لم تسوى الأمور ويعود الانتظام إلى مجلس الوزراء. واضح هو أن الاستعداد لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، لكن حتى الآن لا يوجد جدول أعمال، وهذا يعني بأن الأمر لم ينضج بعد. بالنهاية إما أن يحدث شيء واضح، ربما استقالة، ربما اعتكاف أو أي شيء، ولكن لا يمكن أن تبقى الحكومة مشلولة بهذا الشكل. وفي إطار البحث عن مخارج لحادثة قبر شمون، التقى رئيس الجمهورية ميشيل عون المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وزير الصناعة وائل أبو فعور اعتبر أن لا شيء يدعو إلى التوجه إلى المجلس العدلي في حادثة قبر شمون، وشدد على أن مسؤولية انعقاد مجلس الوزراء تقع على من يعطله، والمبادرة متوقعة ممن هو في موقع المسؤولية. إذا كان لدى البعض وهم محاولة الالتفاف على المجلس العدلي أو التعامل مع المحكمة العسكرية لتسهيل الوصول إلى المجلس العدلي فهو واهم في هذا الأمر، لأن القرار أولا وأخيرا يعود إلى مجلس الوزراء ولن يكون قرار حول المجلس العدلي في مجلس الوزراء. المحكمة العسكرية نحن بنوثق فيها، ولكن إذا كان البعض يحاول استغلال المحكمة العسكرية لسلوك طريق مختصرة ولكن طريق غير نزيهة تجاه المجلس العدلي بيكون غلطان. رئيس الحكومة عم يبذل جهود لمعالجة الأمر، نأمل تجاوب معه من قبل الأطراف، كل الأطراف المعنيين، تحديدا رئيس الجمهورية اللي هو مؤتمن ومسؤول. هناك ضرورة لعقد مجلس وزراء، لا نقبل بمنطق الاشتراط أنه بينحط على جدول الأعمال وبنى القرار مسبقا. رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان رأى في تغريدة أن أي مناورة سيكون لها نتائج وخيمة داخل مجلس الوزراء وخارجه، وسأل هل تريدون أن تدفعوا بالدروز إلى لعبة الثأر وإغراق الجبل في فتنة دموية؟ أسف حزب الكتائب لما انتهت إليه موازنة 2019 في المجلس النيابي، فبدلا من أن تكون موازنة وقف الهدر إذا بها موازنة الضرائب على جيوب المواطنين، وبدلا من أن تكون موازنة إقفال المعابر غير الشرعية ووقف التهرب الضريبي في المعابر والمرافق الشرعية وإلغاء الوظائف الوهمية إذا بها موازنة الانقضاض على حقوق العسكريين. إن حزب الكتائب يحذر فالبلاد أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الإصلاح الجذري وإما الانهيار، وليس هناك حلول وسط، فالوضع خطر ولا يحتمل المماطلة والتأجيل والاستهانة بلقمة عيش الناس. واعتبر حزب الكتائب أن التدهور الحاصل المتفلت من أي ضوابط بات يحتم اجتماع القوى الرافضة للأمر الواقع والانتقال إلى معارضة وطنية عابرة للطوائف والأحزاب والمناطق هدفها إنقاذ البلاد برؤية وطنية شاملة. حزب الكتائب جدد المطالبة بالذهاب إلى انتخابات مبكرة تنبثق منها سلطة عادلة فاعلة وقادرة على إدارة البلاد بدل هذه التسوية السيئة النتائج. وحذر الكتائب من مخاطر العودة إلى زمن العراضات الفلسطينية المسلحة بحجة وبغير حجة، وقد دفع لبنان واللبنانيون أثمانا باهظة جراء ذلك وهم غير مستعدين لتكرار تلك الجريمة التجربة.
ودعا الكتائب إلى تنفيذ مقررات طاولة الحوار لجهة نزع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، وإلى تطبيق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء على اللبنانيين والنازحين واللاجئين، وخصوصا قانون العمل وعدم التراجع أمام أي ضغط أو تهويل، حماية لليد العاملة اللبنانية ولتنظيم سوق العمل في زمن اقتصادي صعب، فلا استثناء في ذلك ولا تطاول على سيادة الدولة ودستورها وأنظمتها وقوانينها. أبدت الأمم المتحدة استعدادها لدعم التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وذلك في جلسة مشاورات عقدها مجلس الأمن الدولي لدرس تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز المتعلق بتنفيذ القرار 1701. ورحب التقرير بالمساعي التي تبذلها الدبلوماسية الأمريكية للحصول على التزامات من الطرفين للدخول في مفاوضات في سبيل التوصل إلى حل نهائي، لكنه أشار إلى أن أي تقدم لم يتم إحرازه على مسار تعيين أو ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا ولا فيما يتعلق بمزارع شبعة. وكرر التقرير القلق من انتشار السلاح غير الشرعي الذي يشكل انتهاكا للقرار الدولي، مشيرا إلى أنه لم يحرز أي تقدم فيما يتعلق بنزع سلاح الجماعات المسلحة، وما زال حزب الله يعلن على الملأ أنه يحتفظ بقدراته العسكرية. ودعا غوتيريز الحكومة إلى الالتزام بسياسة النأيب النفس بما يتفق مع إعلان بعبدة، مرحبا بجهود الجيش لبسط سلطة الدولة، داعيا إلى المزيد من التدابير لكبح التهريب عبر المعابر غير الشرعية في لبنان. بحث رئيس الحكومة سعد الحريري مع رئيس جمعية المصارف سليم صفير الوضع الاقتصادي والمالي. إن إعادة الثقة بلبنان واقتصاده تنعكس إيجابا على مستويات الفوائد في السوق، ما سيساهم في دفع النمو الاقتصادي من جهة وفي تخفيض خدمة الدين من جهة ثانية، ويعطي إشارة إيجابية إلى المجتمع الدولي. قلل الوزير الياس بوصعب بعد اجتماع لجنة الإدارة والعدل من أهمية التهريب عبر المعابر غير الشرعية. الحقيقي الجمرك اللي عم ينحكى عنه بالمبلغ اللي عم ينحكى عنه أكيد مش بهاي المعابر، وشرحنا لهم وفرجيناهم صور وقلنا لهم ليش ما بتحمل هيك معابر أصلاً هيك كميات من التهريب. هيدا النوع من التهريب محصور بالبضاعة، التهريب المنظم اللي أنا عم سميه، يمكن 10 إلى 15 معبر، وفي منهم ما بيكونوا ناشطين كل السنة، 10 إلى 15 آخرين، والباقي أنا بنظري معبر مشات، تهريب أفراد إرهابيين كان بالزمانات يتهرب السلاح من لبنان على سوريا وقت الحرب. النائب جورج عدوان قال بدوره إن الحجم الكبير للتهريب يكون بالتهرب الجمركي، أي الذي يحصل عند المعابر الشرعية بنسبة 80% أو أكثر. عم نحكي اليوم نحن عن معابر جديا يلي بتشكل فعلا تهريب، يمكن بالعشرات، يمكن يكون في بين 10 و15 معبر كبار جديين، وفي أدن معابر 10 أو 15 تانيين أقل حجما، هو يلي بينحكى فيهم من ناحية تهريب الجمرك. بعد الفاصل مكافحة الضرر الصناعي على نهر الليطاني. سحر وفرح والمكان نص جون يا لبنان، نص جوني بأحلى جو مع منكرين بان 23 تموز، دي جي توني سي 24 تموز، مارك حاتم 25 تموز، كريس اند بان 26 تموز، ايام الليرة 27 تموز. روز وغني يا لبنان. الموازنة بين التدقيق وقطع الحساب، خطوة إلى الأمام أم خطوات إلى الوراء؟ ماذا عن الرسوم التي سيدفعها المواطنون؟ ولماذا الإعفاءات؟ وهل ستتلقى جرعة الدعم من سادر؟ نقطع السطر يفتح الملف مع نائب رئيس الحكومة غسان حصباني الأربعاء بعد نشرة أخبار 8:15 مع نوالي شعبود عبر صوت لبنان. نقطع السطر أعلن اتحاد بلديات الضاحية أن مطمر الكوستا برافا لن يستقبل ابتداء من الغد سوى نفايات الضاحية والشويفات.
نحن حاليا رح نقفل موقع الكوستا برافا تطبيقا لقرار مجلس الوزراء اللي بيقول بفوت على الكوستا برافا 1000 طن. رح نحافظ على كلمة ال 1000 طن تحديدا على موقع الكوستا برافا، وهول 1000 طن هن نفايات الضاحية الجنوبية ومدينة الشويفات. من هيدا المنطلق نحن بنعتذر انه رحنا على هيدي الخطوات التصعيدية، ولكن كان هيدا قرارنا، قرار حاسم، ما حدا تصور انه نحن رح نوصل لهيدي المرحلة. كوستا برافا 1، كوستا برافا 2، واليوم مرش رايحين على كوستا برافا 3. نحن نتأسف انه رح نقفل غدا صباحا كل المناطق اللي بتجيب على الكوستا برافا ما عدا الضاحية الجنوبية وشويفات، لن نستقبل النفايات. أطلق وزير الصناعة وائل أبو فاعور حملة لرفع الضرر الصناعي عن نهر الليطاني ترازي الخوري. يبتلع السموم من كافة الأنواع، إنه النهر الأطول والأكبر في لبنان، حيث يبلغ طوله 170 كيلومتر وقدرته المائية تبلغ تقريبا 750 مليون متر مكعب سنويا. هو نهر الليطاني، وقد أقيمت عليه المشاريع والدراسات للاستفادة منه في إنتاج الطاقة الكهربائية وتأمين مياه الري للبقاع والجنوب والساحل، بهدف تنمية القطاع الزراعي والكهربائي والحد من النزوح والهجرة. هو الآن مهدد بالتلوث. كيف يمكن مكافحة هذا التلوث؟ الخبيرة البيئية فيفي كلاب تحدثت عبر صوت لبنان. المشكلة اللي عم بتصير بالليطاني هلأ انه خصصوا 870 مليون دولار مشان معالج التلوث الليطاني، لكن المضحك انه ما بنعالج التلوث، ليش بنعالج سبب التلوث؟ وسبب التلوث له عدة مشاكل. الأول وحدة، المعامل الصناعية كلها اللي عم بتكب نفايات الصناعية، هيدي بدها حل جذري. ممنوع ولا استثناء ألا أي معمل إنه يكب نفاياته الصناعية بالنهر، هذا واحد. اثنين، في عنا مشكلة المجرير الصحية كمان اللي فالتة بالنهر، والبلديات اللي ما عندها محطات تكرير كمان، هيدي اللي كلها عم تنزل فيه. عدا عنا زيادة اشياء، نفايات اللي عم تنكب عضيفة الليطاني يمين وشمال. يعني في عنا هالثلاث أسباب هودي بدنا نعالجهم هن تنرجع بعدين نحكي بتلوث الليطاني. وزير الصناعة وائل بوفعور أقفل عددا من المصانع لمكافحة تلوث الليطاني، ماذا قال؟ إقفال مصنع الألبان والأجبان العائد للسيد جورج سمير محروق المستثمر باسم نور الدين بمنطقة جديدة العقارية، مصنع المخللات العائد للسيد علي أحمد ناصر بتمنين الفوقة، مصنع المخللات العائد للسيدين علي خليل مندر وعبدو خليل مندر، مصنع الألبان والأجبان العائد للسيد علي شريف السيد قاسم، مصنع المخللات العائد للسيد علي زيد ناصر. القرارات ستبلغ إلى وزارة الداخلية، قرارات الإقفال. الإقفال هو إقفال مؤقت، مستعدين للعودة عنه بمجرد ما يبلشوا بإجراءات رفع الضرر. وتبقى العبرة في التنفيذ، وإلا سيجلب نهر الليطاني الموت بدلا من إعطاء الحياة. ترازي الخوري، صوت لبنان. تحدثت وزيرة الطاقة ندى بستاني عن أنشطة الاستكشاف البترولي. أنشطة الاستكشاف التي بدأت في البلوك 4، حيث سيقوم المشغل بحفر البير الاستكشافي الأول قبل نهاية العام 2019، وسيتم حفر البير الثاني في البلوك رقم 9 خلال العام 2020. مع التأكيد على جهود الوزارة والهيئة وجميع الوزارات والإدارات المعنية لتحقيق إنجاز البير الأول وصولاً إلى الثاني ضمن المهل المحددة في خطة الاستكشاف للبلوكين رقم 4 و9. التقى وزير العمل كميل أبو سليمان اتحاد عمال فلسطين وقال إن ما يطلبونه هو الإعفاء التام من إجازات العمل، وهذا الأمر يتطلب تعديلاً في قانون العمل. ما بعرف شو فيها واجس، وأنا بالنسبة لوزارة العمل أنا مستعد أعمل كل شيء تحت سقف القانون تنسهل الموضوع. لا، في شغلة بركة إنه صار لهم 50 سنة 60 سنة ما عم يطبق القانون بشكل واضح، هلا بلش يطبق القانون. كل شيء تغيير بركة بيأثر على الواحد، بيقول لك بركة شو فيه وراء، يعني في شوية هواجس بفهمها، بس أنا بحب طمن ما في ولا خلفية سياسية بالموضوع، هيدي خلفية قانونية. في إجازة العمل ما بتسحب من الإخوان الفلسطينية صفة، بالعكس تيستفيدوا من الخصوصيات. القانون اللبناني لازم أن يبرهنوا أنه اللاجئين الفلسطينيين يلي بيسحب الصفة هو غير الحقوق يلي عم بيصيروا عم بيطالبوا فيها. أما الوفد الفلسطيني فأوضح وجهة نظره. أبلغنا به معالي الوزير هو إعطاء بعض التسهيلات الذي تحدث عنه،
نحن بالنسبة لنا عمالنا وشعبنا وقوانا السياسية لا تعتبر هذه التسهيلات حقوق. هاي العامل يشعر انه هاي سيف مسلط ما بياخذ حريته الا باجازه العمل. يعني هو ما بياخذ حريه بس عم بفرض عليه حريه انه هي بتعطيك حريه، هي مش عم تعطينا حريه، هي عم بتقيدنا وهي ما بتشرع عمالنا ما بتشرع. أصدر المحقق العدلي في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه القاضي زاهر حميدي مذكرات توقيف غيابية بحق 10 متهمين ليبيين في الملف، أبرزهم سيف الإسلام معمر القذافي وعبد الله السنوسي وأحمد رمضان الأصبيعي بعد الادعاء عليهم أصولا وبعد ورود أدلة على تورطهم في الاشتراك بجرم الخطف المتمادي في الزمن، علما أن وزارة الخارجية الليبية في حكومة الوفاق الوطني رفضت مرارا إبلاغ المدعى عليهم وفق الأصول، فجرى إبلاغهم لصقا كما ينص قانون أصول المحاكمات الجزائية. ويتابع القاضي حميدي الإجراءات القانونية اللازمة على أن تتم إحالة مذكرات التوقيف إلى الإنتربول لتعميمها وتنفيذها. بعد الفاصل، موسكو وباريس حريصتان على الاتفاق النووي. في منشات المساء ليوم الثلاثاء، ما مصير جلسات مجلس الوزراء المعلقة وما تداعيات التعطيل وكيف لموازنة عرجاء أن تطلق العجلة الاقتصادية؟ الجواب مع الوزير السابق إلي ماروني. منشات المساء من صوت لبنان بعد نشرة أخبار الخامسة والربع. إعداد وتقديم إلان صغيب عيسى. نفت الخارجية الروسية أن تكون تلقت اقتراحاً من أي طرف لإنشاء تحالف دولي لضمان الأمن في منطقة الخليج، ولكن وسائل إعلام فرنسية أشارت إلى موافقة باريس على مشاركة قواتها لمرافقة السفن في مياه الخليج. إلى ذلك اتفق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافراف مع نظيره الفرنسي جان إيف لودغيان على متابعة الجهود الهادفة للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران وتخفيف التوتر في منطقة الخليج. وجاء ذلك في اتصال هاتفي تطرق خلاله الوزيران إلى نتائج الانتخابات البرلمانية الأوكرانية الأخيرة وخفض التوتر حول إيران. في الموازاة، اعتبر النائب الرئيس الإيراني أن تشكيل تحالفات دولية لن يؤدي إلا إلى زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة، وقال إن توفير الأمن يتم بمساعدة دول المنطقة وعبر رفع الضغوط عن إيران. في هذا الوقت أكد قائد البحرية الإيرانية أن قواته تراقب كل سفن أمريكية في منطقة الخليج ولديها أرشيف صور لتحركاتها اليومية يوما بيوم ولحظة بلحظة. أعلنت جماعة الحوثي أنها شنت هجوماً واسعاً بطائرات مسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية جنوب السعودية. قال المرصد السوري أن أكثر من 2600 شخص قتلوا في مناطق خفض التصعيد منذ نهاية نيسان الماضي. في بريطانيا، اختار حزب المحافظين البريطاني بوريس جونسون زعيماً جديداً خلفاً لتيريزا ماي، ووعد رئيس الوزراء البريطاني الجديد بإتمام بريكزيت في 31 من تشرين الأول. ومع الإعلان عن تولي بوريس جونسون رئاسة الوزراء البريطانية، توالت برقيات التهنئة الدولية أبرزها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال سيكون عظيما. المفوضية الأوروبية هنأت بوريس جونسون وأبدت تصميمها على العمل بأفضل ما يمكن معه. كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن تسجيل صوتي يؤكد تورط قطر في تفجيرات حدثت في الصومال، والتسجيل عبارة عن مكالمة هاتفية بين السفير القطري في الصومال حسن بن حمزة بن هاشم ورجل الأعمال خليفة كايد المهندي المقرب من أمير قطر تميم بن حمد. وبحسب التسجيل الصوتي، يؤكد رجل الأعمال للسفير أن أصدقاء قطر نفذوا التفجير الذي حدث في الصومال في 18 من أيار الماضي. والآن إلى نشرة الأحوال الجوية. يستمر الجو الحار مع تشكل ضباب محلي والحرارة مستقرة نسبيا وتتراوح ساحلا بين 23 و33 درجة.
إذن أول تداعيات الموازنة غلاء في الأسعار. وزهير برو لصوت لبنان. رح يطال 98% من السلع اللي بتطال الضريبة المضافة. بري يؤكد أنه لا يجوز لأحد تعطيل الحكومة ويأسف لعدم التجاوب مع مبادرته حول حادثة قبر شمون. الكتائب لإصلاح جذري وإعادة انبثاق السلطة. الأمم المتحدة مستعدة لدعم التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. بوريس جونسون رئيس الوزراء الجديد في بريطانيا. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة وتتابعون.